بونسوار، معاكم مدام رانيا حميدة، وإن شاء الله كلامي النهاردة للصف السادس الابتدائي سوزي واني بيدرسوا لغة فرنسية في مدرسة الغد المشرق. هنبدأ نشوف الوحدة التانية بتقول دون لا ري. دون لا ري يعني في الشارع. الوحدة بتاعتنا بتتكلم عن الأماكن وحروف الجر وسائل المواصلات بحروف الجر، وبتتكلم كمان أنا بروح فين علشان أعمل إيه. هنشوف كل ده سوا. عندي دي الوحدة التانية، عندي اللي سون بادئ بالكلمات كده. ليكول، ليكول يعني مدرسة. ليكول، ليكول. لاغار، لاغار يعني المحطة. لاغار. لا بونك، لا بونك. لميوزي، لميوزي. Le musée يعني المتحف. Le restaurant. Le restaurant يعني المطعم. La poste. La poste يعني البوست اللي هي البوستة. بعد كده عندي كمان La bibliothèque. La bibliothèque اللي هي المكتبة. L'hôpital. Hôpital اللي هي المستشفى. L'hôpital المستشفى. La pharmacie. La pharmacie اللي هي الصيدلية. La pharmacie. La maison de Tom. La maison de Tom يعني المنزل أو منزل توم. La boulangerie. Boulangerie يعني الفرن أو المخبز. وكمان عندي le supermarché. Le supermarché اللي هو احنا بنقول عليها سوبر ماركت. دي الأماكن، وضروري جدا احفظها بالارتيكل بتاعها يعني بالأداة، مين منهم ماسكولين ومين منهم فيمينا، علشان لما اجي اشرح حرف الجر ابقى فاهم. ما عنديش مذكر او ماسكولين غير ثلاثة بس، هي لي ميوزي، لو ريستوران، لو سوبر مارشي يعني المتحف والمطعم والسوبر ماركت. بس الثلاثة دول بس هم اللي مذكر، والباقي مؤنث، وفي اتنين كومونس بار فويال بيبدأ بمتحرك زي ايكول واوبيتال. الباقي فيمينا، ثلاثة مذكر، اتنين فويال، وسبعة فيمينا. عندي الفورب اللي هنا، فورب اشتي بمعنى يشتري. بروندر معناها يأخذ أو يركب أو يتناول، يعني ينفع يركب وسيلة مواصلة وينفع يتناول وجبة. ايتودي معناها يدرس أو يذاكر. فيرب اتر اللي هو جو سوي بمعنى يكون. جو سوي، تو اي، ايلي، الي، نو سوم، فو زات، ايل سون، ال سون. ده كده عندي الاماكن، وضروري احفظها جدا بالارتيكل بتاعتها زي انا ما قلت. قبل ما نشرح الجمل دي هنشرح بس حرف الجر. اولا عندي هنا فيرب اسمه فيرب الي بمعنى يذهب، لازم احفظه واقول جو في. Je vais. Tu vas. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. ضروري جدا احفظه كويس جدا، عشان لما اقول انا اذهب الى المتحف، انا اذهب الى المدرسة، فلازم اعرف الاول verb يذهب يعني ايه. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. هنا قلتها je vais علشان الـ A E مع بعض صوتها A، فلازم أقولها A، فقلتها je vais. تحت هنا قلت va والاس لا تقرأ، واللي بعدها قلت va. هنا nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. عندي بقى حرف الجر اللي هو يذهب إلى. إلى دي عندي منها أربع أشكال. إلى بتيجي معها أو مع الماسكولون يعني الأماكن المذكر، وألا مع المؤنث، ألا ميزون مثلا، وعندي أ اللي أبوستروف مع الفويل أهي، وعندي أو الأخيرة دي مع البلوريال. هو بيقول لي إن أنا جيت أحط الأ مع اللي هي الأداة المعرفة مع الأماكن المذكرة. ما احنا قلنا عندنا مثلا، مثلا يعني le musée. Le musée اللي هو المتحف، عايز احط جنبها اه اللي هي بمعنى الى. اه le musée، قال لي ما تنفعش، ما ينفعش خالص الا تبقى مع اللي، ما بيتفقوش مع بعض.
فقالوا احنا هنشيلهم الاثنين ونجيب مكانهم أداة جديدة او حرف جر جديد اللي هو او، بيكون معناه الى ال، الى ال، الى المتحف. يبقى الاو دي جاية من ايه؟ جاية من الا مع ال، لما احنا قلنا يقعدوا جنب بعض قال ما ينفعش فجبنا او. طب الا مع اللا تنفع؟ اه لا ميزون ما فيهاش مشكلة. الا مع الا ابوستروف برضو تمام، يقعدوا مع بعض وصحاب. علي كل ما فيهاش مشكلة. طب الأول أخيرة دي، دي برضو جت من الا مع الليل جمع في أماكن جمع، اه يعني ممكن أقول بيراميد الأهرامات دي أماكن جمع، فلما أقول إلى الأهرامات ما بتنفعش الا مع الليل، ما بيقعدوش برضو سوا، فجبنا مكانها أو اللي هي كده. خلاص يبقى أو مع المذكر، ألا مع المؤنث، ال ابوستروف مع المتحرك او الفويل، وقول اخيره مع الجمع او البلوريال. او مع اليو ماسكولين، الا مع اليو فيمينا، الا ال ابوستروف افيك لو فويل، وقول اخيره مع البلوريال. طيب هنشوف يعني امثله. هنا بيقول جو في سوبر مارشي، عشان هي سوبر مارشي انا عارف ان هي ماسكولين، جت قبلها او او. طيب البولونجوري عشان هي لا بولونجوري، فاخدت قبلها ا لا بولونجوري. طيب عندي مثلا جار، جار اخدت قبلها ا لا جار الى المحطه. طب ايكول اهي بكمان سوبر فويل، فاخدت ا ال ابوستروف الي كول الي كول. طب فارماسي اخدت ا لا فارماسي عشان هي مؤنث. نشوف بقى الجمل دي عشان دي جمل حفظ ومهمه. بيقول je vais au supermarché، je vais au supermarché pour acheter des bonbons، يعني عايز يقول لي ان هو بيروح السوبر مارشي اللي هو السوبر ماركت ده عشان يشتري منها بونبون، يشتري منها بونبون اللي هو الحلويات او البونبون يعني. tu vas à la boulangerie، انت بتروح الفرن علشان تشتري pour acheter du pain. بين هنا معناها خبز، العيش. بين دي معناها خبز او عيش. طيب il va à l'hôpital، بيروح المستشفى. quand il est malade، malade يعني مريض، مريض. هنا nous allons à la gare، بروح المحطة. pour prendre le train، prendre le train علشان اركب القطار. هنا vous allez à l'école، بروح المدرسة علشان étudier étudier. فممكن يقول لي انت بتروح فين علشان تعمل كده، وممكن يقول لي جوفي مثلا على جار بور، ويقول لي كمل، فانا اكمل واقول علشان prendre le train. الجمله ممكن تيجي على النص ده او النص التاني. اخر جمله بتقول elles vont à la pharmacie، بيروحوا المحطه على الصيدليه. pour acheter des médicaments، ميديكامون دي يعني معناها ادويه، عشان يشتروا ادويه. بروح فين عشان اجيب ادويه؟ ا لا فارماسي. اوكي هنا طبعا اسئله على الفيرب الي ومحلوله. عندي اهي هنا بقى بيقول لك بتروح فين، او فاتو علشان تعمل الفعل ده. او فاتو بور ايتودي، je vais à l'école، بروح المدرسة. pour étudier، طيب بتروح فين علشان تشتري أدوية؟ يبقى je vais à la pharmacie. طب بتروح فين pour prendre le bus، تركب البوس؟ يبقى je vais à la gare. طب بتروح فين لما بتكون مريض؟ quand je suis malade، أنا بروح à l'hôpital، à l'hôpital المستشفى. برضو في تحت كده جمل بتقول هنا برضو بتروح فين علشان تعمل الفعل ده. هنا où vas-tu pour manger، يعني ايه manger؟ يعني ياكل. بتروح فين عشان تاكل؟ au restaurant، عشان اكل بروح المطعم. طيب où vas-tu pour acheter des médicaments، بتروح فين عشان تشتري ادويه؟ acheter des médicaments، ادويه، يبقى انا بروح à la pharmacie، قدامي اهي. طيب بتروح فين où vas-tu pour étudier، عشان ادرس؟ الي كل، بروح المدرسه. طب pour voir de monument، monument دي زي معناها اثار، اثار. بتروح فين عشان تتفرج او ترى؟ voir يعني يرى الاثار، بروح فين؟
وميوزي، ميوزي اللي هو المتحف، انا بروح المتحف علشان اتفرج على الاثار الموجودة هناك. يبقى مهم جدا اعرف الاماكن دي بحروف الجر بتاعتها. وبروحها ليه؟ بروح المدرسة علشان اتودي، بروح الفارماسي علشان اشتري دي ميديكامون، بروح الجار علشان اركب البيس، انا بروح المستشفى علشان انا مريض. في الجمل دي برضو هنا اللي احنا عديناها اهي، ممكن تيجي بقى بالشكل ده، ان هو يقول جو في الي كول علشان بور، وانا اكمل بقى بور اتودي. هنا انا بكمل بالفيرب، بكمل بالفيرب اللي هو يكمل معنى الجملة، جو في الي كول بور اتودي. طيب je tu vas à la gare pour، بتروح المحطة ليه؟ علشان prendre le train، اركب القطار prendre le train. طيب ماكس مريض او هو في المستشفى، ايه à l'hôpital car il est، علشان هو ايه؟ car il est malade، قلنا malade يعني ايه؟ malade يعني مريض، يبقى يروح فين؟ يروح الhôpital. طيب Sophie va à la pharmacie pour acheter، بتشتري ميديكامون، تشتري أدوية. هنا دي الأماكن تاني اللي أخدة مذكر أو اللي أخدة لو، سوري، اللي هي ماسكولين يعني، اللي أخدة لو أهي، يبقى تاخد أو في حرف الجر إلى. ممكن أقول لو ميوزي اللي هو المتحف، طب إلى المتحف تبقى أو ميوزي. طب المطعم لو ريستوران، طب إلى المطعم أو ريستوران. سوبر مارشي اللي هو سوبر ماركت، لو سوبر مارشي، طب عشان اقول الى يبقى اقول او سوبر مارشي. الا بانك، الا ميزون، الا بيبليوتيك، الا فارماسي، الا بولانجري، الا جار، الا بوست. والا الابوستروف بتيجي مع اليكول والهوبيتال. تمام، هنا حرف الجر اون وحرف الجر ا اهي، دي مع وسائل المواصلات. باختصار اي وسيلة مواصلات هدخل جواها واقفل الباب وبقى انا في الداخل هتاخد حرف الجر اون، اون هتاخد حرف الجر اون كده، اون مترو، اون بيس، اون فواتور، اون افيون، اون تاكسي، اون ترين. طيب عندي حرف الجر التاني اللي هو لما اركب على وسيلة مواصلات، موتو يعني الموتوسيكل، أفيلو العجلة أو الدراجة، أشوفال على الحصان، وأبي يعني سيرا على الأقدام. دي حروف الجر. عندي الأفعال دي مهمة جدا أهي، مهمة جدا جدا، قلنا نكملها. وهنا مترجمة بور مانجي يعني يأكل، بور مانجي يأكل، وهنا فوار دو مونيمون يعني يرى الآثار. أوكي أهي، دي نفس الجمل تاني. Je vais à la gare pour prendre le train. Je vais à l'école pour étudier. Max est à l'hôpital car il est malade. Malade يعني مريض. وأشتري de médicaments. Médicaments. ده الverb اللي بيجي مع الأدوية. يشتري. أشتري. أشتري. وده الverb اللي بيجي مع الدراسة أو المدرسة. Étudier يعني يدرس أو يذاكر. وده الverb اللي بيجي مع المحطة اللي هو يركب أو يأخذ القطار. تمام، ده كده الوحدة التانية. يا رب تكون مفيدة ان شاء الله الشرح. دي برضو حروف الجر اهي بالاماكن، وانا بحط الا ابوستروف يبقى الي كول، سوبر مارشي اخدت او علشان هي مذكر، جار اخدت الا جار، بانك اخدت الا بانك، اوبيتال اخدت الا ابوستروف عشان هي فويل، بولانجري اخدت الا بولانجري، ميوزي اخدت او، ريستوران اخدت او عشان انا عندي ثلاثة ماسكولان اللي هي سوبر مارشي، ميوزي، ريستوران. ده كده ملخص او شرح للوحدة التانية. بالتوفيق.